مرحبا سي فؤاد. هو هذا الحوار عفاك كان سبق يتساءل مدة الإنجاز لهذا المشروع الملكي كانت محددة من 2019 إلى 2023. إحنا على أبواب 2023، متى سيتم الانتهاء من ترميم الأوراش الكبرى والرئيسية للبلاد؟ شكرا أولا على دعوتكم لهذا الحوار الصحفي. كما كتعرفوا أنه باش نجيكم مباشرة للسؤال، غنذكر على أنه البرنامج تهم 54 علامة تاريخية بغلاف مالي يحدد في 8 مليون درهم. هذا البرنامج اللي كتعرف مدينة مكناس طلع تحل كانت هناك أوراش فيما قبل، أوراش ما نقولش يعني كانت لها أهمية لكن لم تكن في إطار برنامج من هذه الأهمية هذه اللي توقع أمام سيدنا الوالي صغور في أكتوبر من سنة 2018، واللي هو برنامج متكامل ومندمج في الجانب الأثري والمعماري والمعلمي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب ديال السيم والجولان ومواقف السيارات إلى غدد. الآن إلى طبيعة الحال المكناس كأي مغاربة يتساءلون، هذا الشيء طبيعي لأنه هما كيعيشوا في هذه المدينة وفصباح مساء يدوزوا على أوراش وكيشوفوا هما أول مراقب ديال هذه الاتفاقية، هذا شيء عادي. في حين أنه ما ننساوش أن العملية ديال الترميم هي عملية معقدة أكثر من أي مشروع يعني إنشائي آخر. معقدة بمعنى؟ معقدة بمعنى أن تكون عندك واحد المشروع جديد، كتكون عندك أرض محددة، تكون عندك كل المقاييس والأهداف واضحة أنك غتبني مشروع جديد. لما كتدخل على مشروع ديال الترميم كتبدا بواحد التصاميم أولية وكتبدا كتشتغل، ما كتكونش عارف كلشي، ربما تكون عارف 50% 60% 70% 80%. لما كتبدا كتشتغل كتواجهك بعض نقولش العراقيل ولكن بعض الأشياء اللي كتكتشفها في هذاك الموقع اللي كتطلب منك أنك ما تكونش كتعمل واحد الزلمة غير باش تقول غادي تسالي تبكري، ولكن كتحمل واحد المسؤولية نقول تاريخية أمام واحد المعلمة اللي ما خصكش دير فيها واحد الخطأ، وبالتالي لابد بالتأني مع أخذ رأي ديال مؤرخين، ديال أركيولوجيين، ديال الناس اللي عندهم معرفة. طبعاً الحال هذا الشيء ما خصوش يبقى دايم واحد التمطيط ديال الوقت بلا نهاية. ولهذا وجدنا في بعض المواقع بحال مثلا نعطيك مثال في برونش غيشيغا بقى وقف واحد المدة طويلة، وكانت هناك واحد المقاولة وحتى هي ما قدرتش تساين هذاك الظروف ديال ديك المشروع وتنازلت على المشروع على نصفها وجبنا مقاولة واحدة أخرى. وبالتالي هذاك برونش غيشيغا كان لابد أننا الوكالة مع الشركاء ديالها ولا سيما وزارة الثقافة أننا نوقفوا عند واحد القرارات اللي هي حاسمة في هذا المشروع، بحيث انه ما نديروش واحد الخطوه اللي هي منافيه او غتغير من تاريخ ديك المعلمه، نوقفوا في الحد ديال ما هو نحن عليه في يقين. فهذه من بين المسائل اللي كنفسرها انها كتواجهنا في هذا النوع من المشاكل. زيد الى ذلك انه لما كتطلق 54 مشروع خصك واحد العدد كبير من المقاولات. الان مشروع المشاريع التي انجزت مثلا هناك 17 مشروع الذي انجز من هناك 17 مشروع اللي هو انجز، هناك 14 ورش اللي هو قيد الانجاز ان شاء الله تباعا غيتم الانهاء ديالو في هذه السنه اللي باقي لنا، وهناك ثلاثه مشاريع يعني صغيره اللي هي غادي تنطلق بحال سميتو بحال واحد الحافله سياحيه داك الشيء بسيط، واحد الفندق ديال سيتي بالضبط، يعني مشاريع صغيره. في حين انه باش نكونوا واضحين معكم في التساؤلات ديال المواطنين انه قسم منصور هو المعلمه الوحيده اللي غتعرف واحد تجاوز ديال المده ديال الاتفاقيه نظرا للاهميه ديالو. هنا كذلك تنأكد على انه في معلمه من هذا النوع هذا ما نقولوش غادي نزلبوا ونعملوا اخطاء ونغيروا التاريخ ونغيروا الملامح ديال التاريخ، خصنا غدا ناخذ وقتنا ماشي بدون اي حدود، ناخذ وقتنا باش نغموا داك الشيء بالطريقه المطلوبه. السيد عامل عمل شبكة ناس يحث في الاجتماعات المتكررة على ضرورة الصهار بحزم على احترام
القوانين المعروفة في الترميم. هل هذه المواصفات يعني أنتم تقدرون لها؟ لا طبعا الحال حنا ما كنكلف الوكالة باش تقوم بهذا الدور هذا أو المهمة هذه إلا باش تحترم جميع المعايير ديال الترميم، ولا سواء في الشكل أو في المواد أو كذلك في الطريقة ديال العمل كيفية العمل. طبعا الحال كنعملوا كل الوسائل باش نحافظوا على هذا الشيء، وذلك بالتوافق مع الشركاء ديالنا ولا سيما في قطاع الثقافه. من طبيعه الحال لما كتكون كتشتغل راه اللي ما تيعملش الخطا هو اللي ما تيشتغلش، هذاك ما تيعملش الخطا. بطبيعه الحال كون كتشتغل ربما تعمل واحد الخطا وتدارك يجب تدارك، ولا خاك شي واحد عمل شي حاجه باش هي اللي خصك تسمع له باش هي تقرا. اذا الحمد لله الامور هذا البرنامج باب منصورنا اخر شويه باب منصور معلومه التاريخيه والساحه ديال باب غادي فيه باش يعني كتوقعوا تاريخ محدد باب منصور والصحه القديم قبل نهايه التاريخ ديال الاتفاقيه قبل نهايه التهجير. كلمه اخيره لساكنه مكناس على حساب هذه المشاريع. انا نقول لساكنه مكناس اولا هنيئا لنا مقتنع لساكنه مكناس نعتبر راسي واخا ماشي مكناسي، هنيئا لساكنه مكناس بهذا المشروع الضخم اللي هو يعني مرحلة أولى في تتمين التراث الثقافي والمعماري والعمراني حتى نقولوا الاجتماعي ديال مدينة مكناس، لأنه إن شاء الله هاد المعالم هذه لما يتم الترميم ديالها ويتم التتمين ديالها بواحد الوظائف في قطاع السياحة التقليدية، في قطاع السياحة، قطاع الصناعة التقليدية، في قطاع يعني التنشيط الثقافي، غيكون عندها واحد الدفع كبير إن شاء الله مدينة مكناس. بطبيعة الحال يجب أن تكون هناك قطاعات تدعم هذه النماية هذه وتعطي مكناس واحد الدفعة قوية إن شاء الله.